المهدي قادم قادم ناصر ناصر للدوار المهدي المهدي ثابر ثابر شابر شابر سيد الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. حكم الصلاة في مسجد شيعة باطلة، أنا أراها باطلة. الصلاة في مسجد شيعة أنا أراها باطلة، للذم أن هذا مسجد شيعة لازم يعيد، لأن عندهم بدع، عندهم تربة. دخلت أنا مسجد شيعة غلط، وجدت صندوق كبير ترب، أوف، عرفت أنه مسجد شيعة. مصابيح، قال لي هاك مصباح أسود، فأرى أنا هذا اجتهاد مني، ما أدري يمكن يخالف بعض الناس. أنا قال الصلاة في عندهم باطلة. شيخنا تكلمت باليوتيوب قلت لأن يعني العلة في عدم تجويزك للصلاة في مساجد الشيعة باعتبار أن فيها بدع. بدع عند مصباح بدع أنا أرى. نعم. بعدين هذا علي راسه. يعني الحين أسس حق نقطة شيخنا، أن أي مسجد فيه بدع لا يجوز الصلاة فيه. أي بدع؟ أعطني إياها مثال. يعني على سبيل المثال التراب والمسابيح اللي انت استشهدت فيه على مساجدنا. اي ما راح الصلاة فيها، هذه ما راح. اي لان فيها بدع. اي لان فيها بدع. تربة والتربة فيها دم. فيها بدع؟ لا فيها بدع شيخنا مو؟ يعني التربة هذه الله يسلم فيها دم الحسين الله مرضى عنه. اي حللت انت شيخنا؟ ها؟ حللت التربة فيها دم؟ والله هذا اللي يقولونه اللي عارفه من الشيعة. اه شيخنا انت تبني رايك على ناس يقولون؟ اي مسجد يعني اذا في قبر بعد من القبور. زين شيخنا احنا خلينا ناسس حق نقطه عريضه اساس يعني اساس علمي، نقول بان اي مسجد فيه بدع لا تجوز الصلاه فيه، صحيح نقدر نثبت هالنقطه؟ يعني ممكن انا اقول بدع غيري من علماء السنه يقولون يعني اعلم مني وافهم مني واحسن مني واتقن مني يقولون يجوز. لا انا بس انا قاعد اناقشك في رايك شيخنا. لا انا رايي ما يستفيد منه شيء انت. يعني انا قلت انا بدع يعني شو السالفه يعني؟ قد يكون انت اخطات شيخنا وانا اناصحك. فاسمح لي اناقشك في رايك. انا اخي الكريم انا هذا يعني فرع من انت الان صلاه عندكم تجمعونها بين الظهر والعصر، ما ناقشك في هذه. أنا أفشك في هذه أصول عندك التربة أخي. أنا أقول حق ربعي وايد يا جماعة لا نغش الشيعة في أصول في فروع الدين. نعم. وأنت حط يدك على الصدر ولا كذا. نعم. والتربة هذه فيها كذا أنت أغشهم هذه أنت أغشهم تتعب وتضيع يغلبونك. أنا أقول لهم يغلبونك. إيه طبعا لأن حجة قوية. لا هذا لا أنا نغشك والله ما تغلبني أنت وربك على أنت ولا أكبر شيء عندكم. ولا تزكوا أنفسكم شيخنا يعني أنت. لا شيخنا احنا الحين يعني انا قاعد اكلمك بكل احترام وتقدير وابين لك اخلاق اهل البيت يعني انا احتراما لك لسنك انا ما اتكلم بس انا اسمح لي اناقشك في رايك يعني بس فقط لا غير. لا تقول اهل البيت يا اخي خليني امشي الان اهل البيت. انت تعرف اهل البيت ومن اهل البيت تعرفهم انت؟ لا علمني. اهل البيت على علم وراسي يا اخي هذا كلام ما في خلاف بين المسلمين. انا اناقش عن سب الصحابه اخي تكفير الصحابة. لا انا الحين مو قاعد اناقشك بالصحابة شيخنا. انا اتصل فيك اسمح لي اذا تسمح لي شيخنا. ما اناقش بالتربة اخي التربة والله نضيع. ولا اناقشك بالتربة اسمح لي اناقشك في رايك. مساجد الشيعة فيها التربة مساجد فيها الكذا هذا يا اخي اناقش عن اصول الدين اذا بتناقش عن اصول الدين. انا بناقشك في فكرة معينة صغيرة شيخنا فكرة جدا دقيقة. انت اسست لها اسمح لي شيخنا انت انا سمعت منك الحين انت اسمح لي. انت اسست الى نقطه بان المساجد التي فيها بدعه لا يجوز الصلاه فيها فالاولى منكم شيخنا ان تطبق هالقاعده هذه اللي انت اسستها على مساجدكم لان مساجدكم تقام فيها بدعه صلاه التراويح فاي مسجد فيه بدع على اساس قاعدتك هذه انه لا يجوز الصلاه فيها فالاولى تطبق هذه القاعده على مساجدكم هذه واحده اثنين اذا قلت المسجد اللي فيه قبر فالمسجد النبوي مو في قبر واحد في ثلاثة قبور قبر الحبيب المصطفى وقبر الخليفة الأول قبر الخليفة الثاني إيه لا أنت ما
ثم أسألك سؤال ثالث شيخنا إذا تسمح لي. أنا أسألك عطني دليل على جواز السجود على السجادة. دليل واحد، أبي حديث ضعيف أو مكذوب أو مرسل أو أيا كان سنده أن النبي صلى الله عليه وآله سجد على السجادة. فقط هالسؤال هذا، وأنا قاعد أناقشك في رأيك في كل احترام. نقاش معك ضايع في الأمور هذه، قاعد تبني أمور خطة في خطة في خطة مركب. أنا أشفع القرآن الكريم، القرآن الكريم يمدح الصحابة، يثني على الصحابة. شيخنا إيش دخل الصحابة الحين؟ أنا قاعد أسألك، قاعد أسألك يا شيخنا الفاضل بكل احترام، عطني دليل، عطني دليل، عطني دليل من عندك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سجادة. والله ما تعرف أنت، ما تأخذ بكلامنا. أقولك حديث حديثين في مسلم في البخاري، ما تأخذ. أقسم بالله إذا جبت لي حديث في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى على سجادة، أنا هذه التربة ألقيها وأزيد على سجادة. بل أنا أزيدك شيخنا، رأي ابن تيمية، رأي ابن تيمية، أقرأ لك رأي ابن تيمية في السجود على السجادة شنو؟ رأي ابن تيمية أن السجود على السجادة من البدع. البدع؟ إي أقرأ لك إياها شيخنا؟ أحاضر أعطيك إياها، تفضل شيخنا، اقرأ، هذا مجموع الفتاوى، أنت هذا اسمح لي أعطيك المصدر، افتح كتاب، شيخنا أنت طلبت المصدر. السجادة بدعة، السجادة، اي نعم، افتح، افتح شيخنا مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد 22، اقرأ لك اياه بالحرف الواحد. وسئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها هل ما فعله بدعة ام لا، فاجاب الحمد لله رب العالمين، اما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف، وانتم تدعونكم سلفيين، فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. مع شيخنا تمام، تمام، أنا أناقشك إن شاء الله بعدين. أقرأ لك بعد، أقرأ لك شغلة ثانية شيخنا في صفحة 165، وهذا بين أنهم لم يكونوا أي الصحابة يصلون على سجادات بل ولا على حائل. هذا اللي طالبتك. أعطيك مصدر ثاني أيضا لابن تيمية، مصدر ثاني الجزء الرابع والعشرين شيخنا، 164 165. لاحظ، لاحظ شي يقول أيضا شيخ الإسلام، أن أصل الفرش بدعة، أصل الفرش بدعة، لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المجلد الرابع والعشرين. الصفحة، الصفحة أعطيك إياها، تسمح لي شيخ دقيقة واحدة، الصفحة 216 في المحلى عن عطاء ابن أبي رباح أنه لا يجوز، انتبه شيخنا، لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض. زين، هذا عبد الله عبد الرحمن بن مهدي فرش السجادة بالمسجد، سوال مالك بن أنس فأمر بحبسه تعزيرا له حتى روج في ذلك، فذكر أن فعل هذا في مثل هذه هذا المسجد بدعة يؤدب عليها، بدعة. حلو، جميل. انزين، اسألني شيخنا سؤال. ايه. هل الرسول صلى الله عليه وآله سجد على الحجر؟ هات هات، ما عندك إبراهيم. حاضر، لا أنا أسألك الحين سؤال. الحجر كان يعني ما كان موجود في بلاد فرش على عهد الرسول. لا لا، على الحجر، على الحجر. الحجري عندك شيء ثابت فيه؟ أعطني. حاضر، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، الجزء شيخنا الجزء الأول، الحديث رقم 1740 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الحجر، وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه الذهبي، قال في التلخيص وصحح ذلك.
الذهبي في التلخيص. إذن السجود على الحجر ليس بدعة، وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسجود على السجادة هي البدعة. إبراهيم جميل، سجلت هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. فأنت شيخنا الفاضل خلط بين البدعة وبين السنة، خليت السنة بدعة والبدعة سنة. هذا من جهلي هذا. لا مو من جهلك، لا بس احنا شيخنا الناصق، واسمح لي انا نفس ابنك يعني. لا زين حياك، نصحني وانا اتقبل اي حقيقة. الله يعزك، الله يسلمك. اي انسان شيخنا، احنا يجمعنا وطن واحد، تجمعنا قبلة واحدة، نبي واحد، ربنا واحد، خلافات جزئية. ايدي بايد شيخنا نبني وطن ونجمع ما نفرق. يا رب يا رب يا امين، والله اللهم ذلك. يا رب اذا كنت انت صادق بالمسألة هذه انا اكون صادق شيء عظيم والله. عزيز وغالي شيخنا. اسمح لي تسمع لي شيخنا استأذن. الله يعطيك العافية، ان شاء الله تصور وياك بالامر. عزيز وغالي حياك الله.